وهو السيد خالد بن حمد البوسعيدي برئاسة اللجنة الأولمبية العمانية للفترة المكملة للمجلس الحالي. السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيساً للجنة الأولمبية العمانية بفوزه في انتخابات الجمعية العمومية لتكملة الفترة الحالية للمجلس بعد استقالة خالد بن حمد الزبير في سبتمبر من العام الماضي. السيد خالد تفوق في الانتخابات على الشيخ سيف بن هلال الحوسني نائب رئيس اللجنة بعدما حصد 10 أصوات مقابل 4 أصوات للشيخ سيف في الانتخابات التي أقيمت صباح اليوم بمقر الأكاديمية الأولمبية. وكانت لجنة الانتخابات في وقت سابق أعلنت قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الانتخابات والبالغ عددهم 15 صوتاً من الاتحادات الرياضية، حيث حضر 14 عضواً وصوتوا بالأغلبية للسيد خالد بن حمد. هناك بعض الأفكار المطروحة ما في شك كمسودة أولية، ولكن هذه مرهونة أيضاً بمزيد من يعني الأفكار التي ستأتي إن شاء الله من زملائي أعضاء مجلس الإدارة ومن بقية شركائنا الأساسيين في العمل الرياضي، أهمها وزارة الشؤون الرياضية وبقية يعني الجهات المعنية. وكان سيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي قد ترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية العمانية في الفترة الماضية وخسر الانتخابات بفارق 1 صوت عن الرئيس السابق. ويعد السيد خالد بن حمد البوسعيدي من الكفاءات الرياضية الهامة في السلطنة، ولديه من الخبرة والتجربة ما تمكنه من تقديم عمل كبير خلال الفترة القادمة، حيث انتخب في عام 2007 رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في أول انتخابات مباشرة من نوعها، والتي حقق فيها فوزا كبيرا ونال غالبية أصوات الجمعية العمومية بعد أن قدم رؤية شاملة لواقع ومستقبل كرة القدم العمانية، والتي كانت تحت عنوان تحويل كرة القدم العمانية إلى صناعة مزدهرة. ويامل الشارع الرياضي الحالي في أن يقدم السيد خالد رفقة نائبه وأعضائه رؤية واضحة وأهدافا تلبي طموحات الرياضة العمانية التي تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة وفشلت في صناعة بطل أولمبي وحتى المنافسة على الصعيدين القاري والعالمي.